السلام عليكم. يقال أنه كان في هناك سلطان في زمان ما، وقد حضرته الوفاة، فاستدعى قائد الجيوش عشان يصيب بثلاث وصايا. الوصايا الأولى أن لا يحمل نعشي عند الدفن إلا أطبائي ولا أحد غيرهم. الوصية الثانية أن ينثر في طريق موتي حتى المقبرة قطع الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي. الوصية الثالثة، عندما ترفعونني في النعش أخرجوا يدي من الكفن وابسطوهما خارجه. رد عليه قائد الجيش وقال له ستنفذ كل وصاياك، ولكن ما المغزى من ذلك؟ رد عليه السلطان وقال له أريد أن أعطي العالم درسا لم أفقهه إلا الآن. أما الأولى فأردت أن يعلم الناس أن الموت إذا حضر لم ينفع في رده حتى الأطباء الذين نهرع إليهم إذا أصابنا مكروه، وأن الصحة والعمر نعمتان لا يمنحهما أحد من البشر. أما الثانية فأردت أن يعلم الناس أن أي وقت قضيناه في جمع الأموال ليس إلا هباء منثورا، وأننا لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب. أما الثالثة فليعلم الناس أننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغ الأيدي، وسنخرج منها كذلك.